لسه المسرح اول يوم ليه رهبه؟ ده كل لحظه كل طبعا كل ليله عرض. طبعا 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 انا ببقى قاعد يعني انا بقعد اشجعهم ما تقلقوش وبتاع وانا جوه خايف من ايه؟ بتخاف من ايه؟ هي الوهله الاولى، الوهله الاولى في رد فعل، في قبول ما بيننا وما بين بعض، ما بين الممثل وبين الجمهور، ولا في حاجه تفرق ليله عن ليله؟ طبعا، وبتفرق ليله عن ليله، وبتفرق مكان عن مكان. يعني المسرحيه دي لو رحنا عرضناها في حته تانية هتفرق، لان الجمهور مختلف. وبتفرق في كل حاجه. لذلك هي دي متعه المسرح، هو مش ريكورد احنا، يعني مش صوره احنا مصورينها وبتتعرض، مش فيلم سينما، لا، احنا كل يوم بحاله مختلفه لان الجمهور مختلف كل يوم، ردود افعاله بتحسه من اول دقيقه ولا ممكن يختلف بعد كده؟ يعني هل ردود فعل دي بتلمسها امتى؟ من اول 10 ثواني بتعرف، بشم الموضوع على طول. وبعدين في حاجه يعني دي برضو بالخبره، يعني يجي مثلا يقولوا لي الجمهور النهارده يعني مش متجاوب، اقول لهم لا، بس هتشوفوا التحيه في الاخر عامله ازاي، لان الجمهور ده هو قاعد مستمتع ومركز ومش فاصل مننا، ده بالعكس، ده مركز جدا جدا جدا. وبيحصل ده في الاخر، بتلاقيهم في الاخر قاموا وقفوا وبيسقفوا وبانبهار يعني. فلا، المسرح ممتع ممتع.